النهارده بقول لك انا عايزك تدافع عن مصر، تدافع لا مش عن مصر، عن بيتك، عن مراتك، عن شرفك، بانك ترضي ربنا وتقول يا رب حوش عنا. هي دي القضيه. ازاي؟ من اين نبدا؟ نبدا منين وازاي؟ القضيه زي ما بنقول بقى، اني لما بشرح لك على السبوره اليقظه والفكره والبصيره والقصد والعزم والمحاسبه والتوبه والانابه والفرار، الكلام ده سمعته مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين، ما سمعتش الكلام ده، سمعت كتير اللي بيقول لك صلي، اذكر الله، قم الليل، ادعي ربنا، بطل ذنوب ومعاصي، بطل غفله، سمعت الكلام كتير، ما بتعملش ليه؟ هو ده الواقع الاليم اللي احنا عايشينه. بص وانظر حولك، هي دي اللي انا كنت عايز اقولها واطول فيها، بس يبدو ان احنا مش هينفع نطول، كفايه كده. ها انظر حولك، شوف الفجور اللي في الشوارع، النسوان اللي ماشيه عريانه عريانه، وانت بتتفرج ولا تبالي. بص على الصور والافلام والتمثيليات والاغاني اللي في لا تبالي، لا تبالي، انت بتتفرج وبتعصي، بتعصي ولا تبالي، كبير وصغير، رجالة ونسوان، بتعصي ولا تبالي، ومش مقدر ان المعاصي دي هي اللي هتهد البلد على دماغنا. المعاصي والذنوب والغفلة كتير. قلت الجملة دي، انت مفكر ان اليهود لهم رب والمسلمين لهم رب والربين بيحاربوا بعض واحنا مستنيين؟ لا، ده هو ربنا، هو ربهم، وهو اللي سلطهم علينا ومكنهم من رقابنا. ليه؟ نفس السؤال بتاع قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعمه، قول من لو يشاء الله أطعمه، جاوب على السؤال ده. لما واحد يقول لك أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، في ناس معاها فلوس بيرميها في الزبالة، وفي ناس مش لاقية تاكل. ادي الناس الغلابة دول، ربنا يديهم، هم يستاهلوا الفقر اللي هم فيه. لو ربنا أراد أن يديهم كان اداهم، اديهم ليه؟ نقول له لا، ده ربنا بيقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ده اداك فلوس وما ادالوش، ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة عشان يبتليك، انه قال لك اديله ويجي يحاسبك يوم القيامة، ليه ما ادتلوش وانا قايل لك ادي الفقير، اديتك الفلوس وقلت لك ادي الفقير. نفس الشيء، انه مكن لهؤلاء اليهود لانهم اشتغلوا وتعلموا وصنعوا واخترعوا، واحنا ما عملناش، قاعدين نلعب. اداهم ربنا، قال كده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قول نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اداهم لانهم اشتغلوا، وما اداناش لاننا ما اشتغلناش، ما اخترعناش، ما ابتكرناش. وبعدين صلاتهم علينا عشان نشوف احنا هنعمل ايه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض.